السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. صافي لونطون شحال هادي وأنا كنقلب على الفصيلة ديال دولة أفغانستان، عبد المجيد حاشاكم وبلستيرة وصوفيا، ولكن اليوم جبت لكم واحد الخبر وقع في ميكا ديالو. اليوم غادي تعرفوا أصل عمي تبون منين، اليوم غتعرفوا تفاصيل ديال عمي تبون، فصيلة ديال البشر. مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر مع صوفيا اللي غادي تخبركم على فصيلة عمي تبون، من أين هو ومن أين أتى. شوفوا وجه الخير، عندي ميساج برك. أولا مش راح نقول لكم تبون رخيص، تربون الطحان والمذلول. درت له واحد يلا نخليكم مع هذا المقطع، المقطع اللي كتشرح فيه صوفيا تفاصيل ديال الاصل عمي تبون واصل الكراغيله بصفه عامه، وهذا هو الفصل ديالهم حقيقه. راهما هادو هما الجيران اللي ابتلانا بهم الله. يلا ولكم واسع النظر، تحياتي. دابا بكم نعطيكم واحد الوصفه اللي كما يقولوا الغسات، باش تعرفوا شكون تبون. تبون متكون من الرخص والطحين والذل والشتاء والعبوديه وشكامه، على بالكم لمن؟ لفرنسا. كيفاش يوجه الشر يا حكومه الرخص؟ تبعتوا الماكله لفرنسا سوا ديزون، ومخليين 48 ولايه الناس مازالها تعاني، وصرتو زدتو لهم الحجر الصحي حتى طونتي امين. ما درتو الخير، ما خليتو الناس يديروا الخير، بعدتوا للصحراء الغربية نفضح لكم، بعدتوا نيجيريا ومدينة أفريك، وتبعت لفرنسا يطحاني رخيص الشكام يا تبون الكبول. انت والحكومة تاعك وتمشي من جنراليت، تبعت المساعدات في إطار زعما رمضان، والناس اللي راهي بيتها برا، والناس اللي راهم يطيحوا عليها ديارهم، والناس اللي راهي ساكنة برا قوت اليوم ما كانش، هذوك ما راكش تشوف فيهم. على بالك انت يا تبون وجه الشر، ملي جيت انت واستغفر الله يا ربي حلفت على المصحف الكريم، على بالك مصيبه ورا خوتها والله العظيم. سبحان الله وبحمده، واش راح نقول لك؟ ربي ان شاء الله يديك ماشي يهديك. هذه العصابه، هذه هي الجزائر الجديده،